السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطحانه اللي خصها تكون عند كل شيء خصها تكون عنده هادي، والا غتبقاي ديما واقفه عند العطار كتسنى يتحل لك العطريه. الا كانت عندك هادي غادي تشري العطريه ديالك وغادي لدارك وغادي تطحنيها وانت مرتاحه، تنقيها على خاطرك وتطحنيها. هاد الطحانه غزاله على غزاله، الحاجه اللي ما تندموش عليها والحاجه اللي تكون عندكم في الدار وما تندموش عليها. كيف كتشوفوا هاد الماركة، انا خديت الصراحة من المغرب، ما عقلتش بالثمن بالحق، ولكن كل وحدة وثمنها حيت انا خديتها غير الصغيرة. مهم، راه زوينة بزاف بزاف بزاف، كتنفع في كل شيء. وهادي اللي عندي انا راه كيف قلت لكم غير صغيرة، تقريبا ما عرفت شحال بالضبط شحال كتهز. مهم كيف كتشوفوا، اليوم غادي نجرب معاكم الكمون غنطحنوه. مهم كيعطيوكم مع بحال هادو الماس زايدين، وهادو اللي كاينين انا راه ديجا طحنت فيها وعجبتني بزاف. الحاجه اللي صراحه ما ندمتش عليها بالمره، ولا مشات ولا شي حاجه غنعاود نرجع نشري وحده اخرى بحال لحقاش زوينه وتستاهل. مهم انا غنطحن معكم الكمون، انا عندي كيف تشوفوا غادي تشوفوا. مهم هما انايا ما غاديش ندير المده المحدوده حيت هما على الاقل كتبين لك تخلي زمان ماكسيموم ما تفوتش 5 دقائق، وانا غادي ما غنديرش جوج دقائق ولا دقيقه كاع ماكسيموم، وغادي نحبسها وغادي تشوفوا النتيجه. هانتو شفتوا هذه اللي عندي، انا نقرب لكم شحال فيها من وات وشحال فيها من الماكسيمو مينيمو. دابا غادي ندورها واحد، انا ما كنخليهاش بزاف تكون جوج دقائق ولا دقيقه كاع ماكسيمو دقيقه، باش كطحن بزاف سيرتو بحالها. اما زال لك السكينجبير ولا القرفه تعطيهم شويه الوقت. شوف دابا بالزربه، هذه الدوره الاولى، وهذه فيها غير 700 واط، ما فيهاش زعما لي واط بزاف اللي عندي انايا. المهم تشوفوا غنزيد ليها واحد الشويش، وما فيهاش صداع مجهد، بعدا زوينه احسن من المورينيكس، وكطحن زوين. وهذه طحانه خاصه شتي، يعني كي كندورها قلت لكم راه ما وصلاش دقيقه كاع، يعني بالثواني راه ما وصلاش. دابا غنزيدو شويه حيت لقاش بان لي باقي حرش، صافي وسهله براتيك في الخدمه. شوف دابا كي خرجت لي الكمون روعه، بحال بلا ما تحتاجي تغرب لي ولا حتى شي حاجه. مهم هذه هي المشاركة ديالي معكم، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.